أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن عقد الملتقى الحكومي 2016 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر في 18 من شهر سبتمبر الجاري. وأكد سموه على أهمية هذه الفعالية في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفعالية، بما يصب نحو تحقيق الخطط الموضوعة لصالح المواطنين، تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات. وأشاد سموه بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للفعالية، ما يجسد المتابعة المستمرة من سموه لبلوغ الأهداف التنموية وتعظيم أثرها لخدمة المواطن، منوها سموه أن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه في المملكة الذي يجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية بالحكومة تحت سقف واحد، حيث يعقد بحضور الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، انطلاقا من أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين. وأشار سموه إلى دور الملتقى في تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته، بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية، وتبني على المكتسبات المتحققة لرفد البيئة الخصبة الرافدة للنمو والتطوير، مع التجدد في أدوات تقديم الخدمات والبرامج التي تأتي في إطار جهود التنمية الشاملة. وللمزيد حول هذا الملتقى معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير سعادة الوزير. بداية، ما دلالة أن يعقد مؤتمر بهذا الحجم وهذه المشاركة الكبيرة وبرعاية كريمة من أعلى رموز في الحكومة الموقرة؟ ما في شك أن مثل هذا الملتقى ملتقى هام جدا. الفكرة أنه هو يعني اجتماع يكون رفيع المستوى بين القيادات السياسية في الحكومة والقيادات التنفيذية والإدارية للنهوض بالعمل والأداء وتعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة. هذا الملتقى بيكون تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. و الفكرة طبعا بتوجيهات من جلالة الملك كما ذكر صاحب السمو ولي العهد في ذلك، وهي الفكرة من ولي العهد وبدعم كبير من رئيس الوزراء لتحفيز العمل الحكومي وتحسين الأداء وتطوير الخدمات والعمليات في الجهاز الحكومي لضمان يعني مزيد من الجودة في الخدمات ومزيد من العطاء ومزيد من التحسين والكفاءة الإنتاجية. وهذه كلها تتم ضمن مبادئ الحوكمة في الشفافية في العدالة في التنافسية، لأنه العمل الحكومي الجماعي هو الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف. نعم سعادة الوزير، كما جاء في الإعلان هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه في المملكة. نعم. الذي نعم. يجمع جميع المستويات للإدارة التنفيذية بالحكومة تحت سقف واحد. نعم. ما أهمية ذلك؟ طبعا مثل ما ذكرت لك أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يشمل القيادات السياسية سواء على مستوى رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء بالقيادات التنفيذية والإدارية سواء الوكلاء، الوكلاء المساعدين، المدراء. وهناك محاور، هناك يعني ورش عمل بتستمر طول اليوم. يكون مثلا عندنا كذا لقاء، لقاء حوار حول رؤية البحرين 2030. نعم. وكذلك برنامج العمل الحكومي ومسيرة الإنجازات في السنوات الماضية منذ أن ظهرت رؤية البحرين 2030 إلى أن
تواصلت الخطط الإنمائية من خلال برنامج العمل الحكومي. سوف يكون حوار حول ذلك للتعرف على الإنجازات، التعرف على الصعوبات التي واجهت تحقيق الأهداف، التحفيز حول مزيد من العمل من أجل تحقيق الأهداف. في جلسة أخرى كذلك هناك جلسة نقاشية حول القطاع الخاص ودوره في التنمية وحاجة القطاع الخاص لبيئة محفزة للنمو، التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، دور القطاع العام في تحقيق الأهداف اللي تنهض بدور القطاع الخاص. هناك كذلك جلسة حوارية أخرى حول التنمية المستدامة وأهدافها، حول البنية التحتية متكاملة، ماذا تحقق منها، ربط هذه كلها بالأهداف التنموية سواء كانت ضمن رؤية البحرين 2030 أو ضمن برامج الحكومية أو ضمن المؤشرات الوطنية التي اعتمدت في السابق من مجلس الوزراء. كذلك هناك جلسة حوارية حول تطوير جودة الخدمات والمعوقات أو الحوافز المحتاجة لها، وكذلك الرفع من كفاءة الأداء الحكومي. كل هذه الجلسات بتكون تحت مظلة سياسية، تحت مظلة الحكومة بشكل عام. نعم. والعمل الجماعي بين القيادات الحكومية لتحقيق الأولويات في البرنامج. نعم. تفضل سعادة الوزير. عمل متكامل وليس عمل قطاعات منفردة. بالتأكيد. هذا هو الهدف الحقيقي. بالتأكيد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك.